الاستعداد اللي كاين على مستوى جهات الشق للمؤتمر 11 للحزب نفس الاستعدادات اللي كاينه على مستوى المنصات الاخرى على المستوى الوطني، حيث انه اليوم تنتحدثوا على 12 منصه على المستوى الوطني. هذا اكيد انه البرنامج ديال المؤتمر منذ بدايته الى حين الاعلان ديال الاختتام غيكون متشابه على المستوى الوطني في المنصات باكملها. طبعا على مستوى كل منصه كاينه لجنه للتسيير، وهذه اللجنه للتسيير هي اللي غادي تكون مواكبه للاشغال ديال المؤتمر وتكون ضامنه للانجاح ديال هذه المحطه. ونفس السياق انه هناك لجان اخرى تتعلق بلجان فاز العضويه ولجان التاهيل ولجان المتعلقه بالتنظيم وايضا كتابه المؤتمر. هذه امور اللي هي اليوم مهيئه وموجوده على مستوى كل جهه، وبالتالي فنحن عازمون على انجاح هذه المحطه وبواحد الشكل اللي غادي يعطي دفعه او قيمه اضافيه للحزب في المستقبل القريب. طبعا لكل زمان ظروف وامور خاصه به، احنا في زمن الجائحه اليوم في المنصات غادي تكون على مستوى كل جهه في المتوسط حوالي 100 حتى 120 مؤتمر من اصل تقريبا حوالي 1300 اللي غتكون على المستوى الوطني. غادي يكون نقاش اولا بعد الميزه اللي كاينه عند المؤتمر الحالي هو ان الوثيقه السياسيه والوثيقه التنظيميه تم تديعهم لجميع المناضلات والمناضلين وتم مناقشتهم على مستوى الاقاليم واحيانا على مستوى الفروع، وبالتالي فهذا النقاش هو نقاش توسع من قبل، وغادي يكون في هذه المحطة هذه تجميع ديال الخلاصات والافكار اللي غادي يجيو بها المناضلات والمناضلين. اما بالنسبة للهامش ديال النقاش وديال الحضور هو موجود، وانه غيكونوا على مستوى كل منصة غادي تكون لجنة ديال المقر التنظيمي ولجنة ديال المقر السياسي، وغادي يتم مناقشة هذا الوثيقتين من جديد في المؤتمر، وغادي يتم تديع التقاضي ديال كل لجنة باش يواكبوه باقي الجهات. هو غادي يكون نقاش جهوي، لكن التقاضي اللي غادي يكون بمثابة خلاصات او مقترحات ديال كل او توصيات ديال كل جهة سيتم تديعه بواحد الشكل مباشر اللي غيجعل كل المنصات على المستوى الجهوي متبعين ما يقع في جهة معينة. اي هالجهه هاد المنصات 12 غادي تكون كل منصه منصه امام المنصه الاخرى. بالنسبه لنا مادام انه الترشيح مازال ما تودعش مازال نقاش سابق لاوانه، لكن بالنسبه لنا في الشرق انا نقول لكم واحد المساله اساسيه، البرلمانيين على مستوى جهات الشرق أصدروا بيانات، كاين لي بيان خاص يطالب من خلال الكاتب الأول بالاستماع على رأس الحزب خلال الولاية المقبلة، على أساس أنه يتم التثمين واستثمار ذاك النجاح اللي حققه الحزب في الأوانية الأخيرة. أيضا مجالس إقليمية أصدرت بيانات تطالب الكاتب الأول الحالي بالترشح لولاية ثالثة. أعتقد أنه في جهة الشرق تصورنا واضح أن الترشح ديال الكاتب الأول الحالي لولاية ثالثة هو مطلب مليح. علاش؟ لأنه واكبنا واحد المجموعه ديال المحطات التنظيميه، واحد المجموعه ديال المحطات الانتخابيه، واحد المجموعه ديال المحطات اللي كانت نتائج ايجابيه بفضل التدخل والتسييه ديال هذه المحطات من طرف الكاتب الاول. وبالتالي فتصورنا ان يبقى على راس الحزب هو امر مفيد بالنسبه للحزب. وفي جهه الشرق اعتقد انه الكل يسير في نفس الاتجاه. الاختيار ديال المؤتمرات والمؤتمرين تم على أساس معيار وطني واضح هو عدد نتائج المتحصل عليها بأصل الانتخابات الشيعية لتأمين شو تنبيه. على هذا الأساس تم تقسيم عدد المؤتمرين على كل إقليم. إضافة لهذا العدد هناك أعضاء مؤتمرون بالصفة،
بالصفة على أساس أنهم هم أعضاء مجلس وطني أو هم أعضاء مكتب وطني الشبيبة أو هم أعضاء في المكتب السياسي أو هم برلمانيون أو هم رؤساء جماعات. هؤلاء يتمتعون بالصفة وحضور المؤتمر بالصفة. الآخرون تم انتخابهم على مستوى كل الكتابات الإقليمية، والملاحظ أنه كان هناك توافق جد مهم على مستوى الأقاليم الثمانية المكونة لجهات الشرق، وتم انتخاب المؤتمرين في أجواء عادية جدا ونسيوا في اتجاه إنجاح المؤتمر.